أربعة بلاتر
جاي. هي دي اربع عضلات الناس بتذاكر، اتنين في اول لير وواحده في ثاني لير وواحده في ثالث لير، لو حد فينا ذاكر عارفها. اول لير ابداكتور هارسس وبريسن ثورابين، وثاني لير والعضله الثاني لير فيرست لاين، وثالث لير ديكستر هارس بريد. تمام؟ ويطلع منه برانش تروح للجلد بتاع تلتين الصلب ده فوت، وكمان لثلاث صوابع نص برانش للميديا سيلز ده بيت تو، والابيسنت بتاع الليكويد سكند والسكند والثيرد والثيرد والفورث. يبقى انت الصابع الكبير بحاله، والسكند تو بحاله، والثيرد تو بحاله، ونص الفورث تو بس. يبقى الميديا بلانتر نيرف لو حس الحال عمل ايه؟ قال الميديا بلانتر نيرف دخل الفوت هيدي برانش لمين؟ لاربع عضلات عرفناهم، اثنين في اول لير واحده في ثاني لير واحده في ثالث. تمام؟ طبعا الصلاه الجوينت انت بتعرف 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 اي حاجه. طب تدينا سنين قبل تطلع برانشات الجلد الفوت تلتين الصلب ده فوت، وبرانشات للصوابع للصبع الكبير، والابجس التزاوج والابجس التدور والابجس التدور. يبقى في الحاله دي الصلاه مين؟ الصبع الكبير والسكند تو والثيرد تو ونص الفرس تو، ثلاث صوابع. مين نرجع ده سكتوا ليه؟ ده ميديا نرجع. وهنا نبدا نقول مع بعض على معلومه الناس شاطره ان الميديا بلانتر نرجع للناس الصحيه حل محل الميديا نرف من هنا. لو حصل الحظ الام مع الام، انا بتكلم الصح مش هو ده الام مع الام، عشان ده جلد كتير وعضلات قليله. يبقى الفلاج اتشاف والراجل بيسخف عليا، مين بدا مين؟ طبعا عمري ما اقول له ام مع الام، ده الراجل بيشوطني. انما انا عندي حاجه بس مسويتها في مخي ان ادى جلد كتير وعضلات قليله زي الميديا نرف في الهام، بل ممكن تتفتح الاسئله كده. طب الميديا نرف في الهام ده عمل ايه؟ مش كده؟ لا، كده الامور بدات تضرب في بعضها. الدمرجين كله مش هتبقى صعبه، انما اكيد ده مين اللي هي سميته مين ده؟ يجي لاتر نرف. اللاتر نرف نفس البدايه يجيب لي نفس الاستراكشر اللي اسمه بريد فليكس. ويجي في الفوت بقى منين؟ يجي من الناحيه الميديا للاتر. ماشي من انهي لير وانهي لير؟ الفيرست والسكند. لغايه ما يوصل لخمس بتترتر. لما يوصل لخمس بتترتر بوني تقسم الاثنين. ثم في الشيف برينج روح للصبايا السبعه ونص دول شويه اضرار. ودي برانش كيرف بين الاثنين من اللاترال تو ميديا. بس اللاترال هو جاي من ميديا تو لاترال مش من عضلات الفيرست سكند لير. طب هو بيرد من اللاترال تو ميديا من عضلات مين؟ الثيرد والفورث لير. مش كده ولا لا؟ طبعا انا عايز اقول حاجه عشان الناس تبقى عارفه، يوم الاحد اكيد في محاضره ما فيش الغاء يعني، انما اكيد هي حاجه هايفه جدا انا سيبكم تسالوا عشان نقدر نقرر المسؤولين عندهم عيد اليوم الاحد. طبعا مش هديهم حاجه وهم بيعيدوا بصراحه، مش هديهم يعني. وطبعا هم جايين من الاثنين او الثلاثه كنت دي قال كده مش حاجه في الكافي كده ماشي، حتى لو تيجي روحي كده انا ممكن اصدق كده ما خدت الارض ورد بيه. مين اللي رد ده سميته ولاد؟ مين ده اللي رد اسمه ولاد؟ طبعا ايه؟ طبعا يوم الاثنين بقى لو ما جابش حاجه بنتي انسى بقى، انسى بعد كده ايه؟ ثلاثه طيب جاي يا سيدي ثلاثه استنى بقى انا من الناس يعني كل حد كده نعملها محاضره للناس عايزه تسال حاجه حد عنده مشكله كده ونقول الحاجات اللي فاكرين يا سيدي الصبايا بتاع اللوبر تجمعات كده هبقى ايه؟ انا حاسس ان الدكتور ضرب الروح في الميت اللي مش قادر تتحرك اللي ما بنحضرش حتى المدرج يقول لك يا فندم المدرج النهارده اتفقنا مع بعض ما تجيش ولا ايه؟ راجعين مع بعض النبي ده سميته ليه؟ لا تبرر وعند الوقت صحيح يعني لما تقول لهم لا تعالوا يعني وطبعا تيجي والله يكون سالك بس سالك ما ينفعش الوقت فيه يعني اسال بقى سؤال طلبه صحيح انا بص كده بس في محاضره طبعا ما اقدرش اعرف هو الكليه اللي اديتهم اجازه عشان كده نتفق مع بعض سبت اجازه ايه؟ الدكتور مين؟ احمد فضل قال لكم ما تخشوا حد هو شيء ودخل الفوت اتحرك فيها من ميديا لله من الفيرست والسكند لير ولما وصل لخمس بتضطرت تتلسع للسوبرفيشال دي السوبرفيشال دي كامل فور تروح الصف لاي سبعه ونص للاثنين ده للجلد اما دي في كيرف بكبر من الاثنين يا ولاد من لاتر تو ميديا بس هو بيكبر يمشي في اني لير بعد كده سيرفر فور تمام يبقى هو رايح كده من
لقيته مرفيش البرانش عند ملمان بريمش في السبعة ونص. وكان لي دي برانش تخش الهند. وكنت في الهند من الاثنين من 100 لتر في الكونكريتي بتاع عرش اسمه دي بارتر ارش. يعني في تشابه في تشابه. والان انت كان في السبلاي سبعة ونص وتلت البر تمام ودي حوالي 13 أو 14 عضله. ده 114 عضله لو حد يدينا صح. وبالتالي دي برانش عند 100 عضلات، عضلات الفوت كم عضله؟ 18. 4 خدوا الجاني نيرف في الميديان بلان، وال 40,000 جاني نيرف في الميديان بلان. العضلات اللي كانت دي بقى لو حد فينا صاحي هيدينا العضلات بتاع النيرف بتاعت اللي اسمه لاتا بلانتر نيرف. ان الفيرست لير دي عضله واحده اللي هي الفاكتور دي تي اي. والسكند لير تديهم كلهم بس كم دول بقى اكسبت مين او اللم. يبقى الدايره ده تلامبكين وده عضله اسمها فليكسور فيكتورا فاكسوريوس. من السبت لير قدام انت فليكسور ديجيتي مينيمي بريفكس والدكتور هالف ما عدا فليكسور هالف. وبعد كده يدينا مين؟ السبعه سواء ثلاثه بلانتر واربعه مينيمي بريفكس دول. يبقى الفكره السبت شويه الديب برانش بتاعنا عند 14 عضله اللي باقيين. كنت بتكتب بينكم هم كم كم عضله؟ 18 اربعه راحوا مع مين؟ ومع كده مع لاترال والباقيين مع مين؟ اولاد من مين؟ مع مين ده الثلث والباقيين مع لاتر بلانتا. واللاتر بلانتا السبلاي تلت السكين بتاع صورة الزفون وصابة ونص، تلت السكين بتاع صورة الزفون وصابة ونص، لهم مزايا كده، نفس قصة تشابهية جدا. وبالتالي بسأل سؤال، هنا بقى المنظر بتاعنا على خط الليرف في الأرض. الأراضي بتحوط الليرفات. الأراضي بتحوط الليرفات بمعنى إن الميديا بلانتا أرتري ولاتا بلانتا أرتري مخبطين ميديا بلانتا نيرف ولاتا بلانتا نيرف، الكلام ده أورا مهم جدا. في الأبر لين زمان كان الأرض نيرف سبب خبطة الأراضي. كان في أرض نيرف أندر أرتري ريديا أرتري سوبرفيشال ريديا نيرف كانت الأرض. فلما عرف نجم شافه الراجل حس إن شاطر وبدأ الكلام يقلب من هذا القبيل. يبقى في الفوت العملية عكس بتاع الفور أرض. الفور أرض كانت النرفات هي اللي لبره والأرض هي اللي لجوه. هنا في الفوت العملية عكسها مش كده دايما كنت بحك فيه شوية. فلما اجي اسال سؤال للطلبه الصالحين بعد ما اقدر اشرح صح ان شاء الله. لو بصيت سالته كده معاك قلت مين الارض اللي جاي انت سميته اولاد؟ قال له دكتور ده لاتا بلانتا ارض. مين النرف اللي جاي ده دكتور؟ قال له لاتا بلانتا نرف. لاتا بلانتا نرف يوصل هنا يتقسم لكام رينش اولاد؟ اثنين. سوبرفيشال واحد دي. السوبرفيشال الكامل اللي قدامي في السبعه ونص دول. والديبي كيرف الكيرف منين لمين؟ قال له دي كلمات. وينتهي هنا كده في صباح هنا النرف دوت قلب فينا حقيقة سبحان حوالي 14 عضو اللي هم باقيين تفوت. ويد السكين بتاع تلت صورة تفوت والسكين بتاع بلاتر وانا الذهب طول كل الكلام ده تبع عين فرق بلاش بلاتا بلاتا نرف. لو انتم صاحيين مين الارض ده؟ مين الارض؟ ده اسمه ايه؟ ميدا بلاتا وده اسمه بلاتا بلاتا. مين النرفين موجودين دول بقى هما كده؟ قالوا ده ميدا بلاتا نرف والثلاثة بلانتا نيرف. يبقى الأرض بتعمل إيه مع النيرفات لما كده وحوطاها والمعلومة دي بقى مسكت في بيتها كده كلام مش فاهم ولا عارف هيبقى بصراحة ومنعمل سيناريو. إنما لما بتبتدي السيرك كده ام سي كيوات وفين انت برانكس طبعا شغال بس كمان في الدور بقى سخافة لأن ده دول على طول ده جاب الكتاب للآخر جدا مش كتاب دلوقتي في البيع ده. فبالتالي دول عندي كام نيرف كده قبل ما أسيبهم بقى كده أسأل سؤال ماذا فين الاثنين ديبلي ريتناكر اسمه بريكسر دخلنا الفوت واحد بيجي للثاني لا واحد مشى على ميديا سايكل بين الابداكتو وبين البريكس والتاني مشى بين الفيرست لير والسكند لير ونبص للخمس من الثار سيلز نسب السوبرفيشال ودي ودي ده رد تاني بين الثالثه والرابعه تمام لحد ما عامل كده النرفين دول سبلاي فود الميديا بلانتر تلتين الجنس بتاع الصوت واللاتر بلانتر تلت الميديا بلانتر ادى ثلاث صابه ونص واللاتر بلانتر صابه ونص الميديا بلانتر ادى اربع عضلات اثنين واحد واحد اثنين واحد واحد والتاني شال البيعة كلها، في نفس الكلام ده بالنسبة للنربات اللي في الفيلم. عندنا تو ارض في الفوت، الارض اللي موجودة ميديا بلانتر ولا ميديا ده بدان. تبدأ تديني نفس الجملة التقليدية اللي هي مين لما كده؟ فليكس والكلام. بخش الروز فوت يدي لي العضلة دي اللي اسمها الدكتور هارت تمام. ويفضل هنا عندك أول ما تطلع الفوت يدينا ماسكولاريوس وفيتينيال برين وفيتينيال برين. الارض دوت في برانشات هتشارك في الفرقة اللي فوق بس أهم برانش منه ده. البرانش ده راح لفين بقى؟ ميديا سايد ذا بيكتو. يبقى ليه برانش ديجيتال برانش؟ يبقى الميديا بلانتر بدأ عند فيكشن تلاكر أيوه. وان أوف ذا برانش
شرطي. همشي مين القضاء دي اللي اسمها عبدالله، وامشي مين ده للنرج دوت تماما، وادينا برانش للجلد والعضلات منها ديجيتال برانش. في برانش ديجيتال راح للمين ده لصالح الزمالك دول، والاذر ديجيتال برانش انا استمت كده لا تنص عرفه كمان دقيقة. قال لي مكتب بقى برانش مين ده لصالح الزمالك دول. من قرى صفحة 160 او 160 كان في ارض اسمه دورزال فينيس ارض. كان دورزال فينيس ارض زمان يمشي على ظهر الفوق. عندنا برانش اسمه ميديا بتارسل ولا بتارسل. وفرست دور ده اللي استثار سلف وفرست بلاتر. جينا في فرست بلاتر كان لنا تاكد ان الدور سلف بين الميديا بتارسل تاركته والابسة تتارك والسكن. اما البلاتر كانت الابسة بس وما كانتش الميديا بتارسل تاركته، ويبقى واقف الميديا بتارسل تاركته ما خدش بلاط صدارة. بياخد الميديا بلاتر مع بعض كانت حاجة مش ماشي. يبقى الناس السؤال اتطرق على مين؟ يبقى انا عندي واربعة ميديا كم ده في 100% يعني كده ايه؟ بس اتليست ابقى عارف ان انا لما بقول بلسان ان الفيرست دور ده طبعا دوزان دي دريت دوزان دي دريت بس هو اللي عمال 10 يبقى انا هبقى جاهز في دماغي جدا. بقول لك دوزان دي كام برانش هنا الفيرست دور ده يا جماعه في القطار وانا بخش الفوت هيد دي فيرست بلاد. الفيرست بلاد ده يفرق ايه على الفيرست دور ده؟ فيرست بلاد ده انت برانش الاجهزه السايد بتاع الفيكتو وسكتو بس. اما الفيرست دور ده ده الميديا سايد بتاع الفيكتو والاجهزه كيلوتي كمان عارف كده؟ طبعا انا قصدي بلاتس الله يقعد مش كده يبقى منين لو بعد كده من ميديا لبلاتا ارتين. يبقى ميديا لبلاتا ارت ده بريش يعني ارت بلاد من الصين. ميديا لبلاتا ارت دي بدات تجيب لي نفس الريتناكر من اسمه بريش. ميديا لبلاتا يخش يجيب العضله اسمها عضله ويمشي ميديا للنرف اللي اسمه ميديا لبلاتا ولما نوصل عند اول انفطار سلبون بيختفى. انا ايوه شفت بس انا كنت صغير عرفش معاه والمحتوى ما لهوش. تمام كسبت الاستاذ عبد الله يرحمه بقول له الارض بتروح فين؟ بتقطع مني؟ قال اول ارض تيجي عند اول انفطار سلبون تبقى عملت ايه؟ فرش البرانشات والطياره مفيش حاجه تبقى للناس. فكان بيعدي فعلا ميديا الارض الارض ده فميديا الارض الارض ده عجوزه اخره البيت بتاعه بتتصل وبعد كده برانشات والطياره بالعافيه تيجي مش كده ما بنظبطوش ابدا اي ارض لو كده ميديا. اللاتر اكبر منه، اللاتر الضار، اللاتر الضار، اللاتر الضار، اللاتر الضار، اللاتر الضار. هنا ارفع ايدي بس السؤال، كان في ارض مش هنا اسمه بوستيور تيبيا، الترانسفير الميديا بلاتا بلاتا، الميديا بلاتا سمولر من ثلاثة بلاتا، وبدا اجيب لها من الانتهاك لها ريشر. طبعا انا اسال السؤال ده وانتم جاوبتوه تبقوا معلمين قوي قوي قوي. اللاتر بلاتا ارض هيبدا فين؟ انا بص على الدكتور بدا على نفس النقطه اللي كنت عليها. دي من الانتهاك اللي اسمه ريشر تراك. لو حد فينا من الشطار وقف على رجلي يبقى معلم. الارض بتاعنا ده من ايه يا ولاد؟ طب صحيحين قال بص يا دكتور ده مش في الفوت من اللي من ايه؟ قال من ميديا للاند بين عضلات انهي لير وانهي لير الفيرست والسكند. بص للبيت بتاع اللي بتختار سالبون الخمسه وهنا كيرف من اللي من ايه؟ من لاتراتوريد من انهي لير وانهي لير سيرفس والبنطلون ما بتنفعش بقى ولما اروح بص على الميديا سايد كده نزلوا واخدوا فوق اسمه دورزال فينس عملوا بعض على سموت عند بروكسيمال بارت بتاع فيرس التروس فين اللي قرا دورزال فينس اللي قرا دورزال فينس اللي قرا مين دورزال فينس دورزال فينس كان بيمشي على ظهر الفوق هنا ولما يجي عند بروكسيمال بارت تنزل لتحت. طب اللاتر بلانتر دخل فوق كده وكربت وريح كده يبقى انا اعمل بيدي كده واحد جاي كده واحد نزل له كده ده دورزال فينس ارض وده مين ده؟ اللاتر بلانتر اللاتر بلانتر بيمشي في الفوت منين لمنين؟ من ميديا للاتر ولما يجي عند خمس من التطرس اللي يكرب منين لمنين؟ من لاتر الكوميديا اللي بيكرب من ارش اسمه بلانتر ارش الهات كان فيه سوبر فيشن بالمر ارش دي بالمر ارش هنا في ارش واحد اسمه بلانتر ارش البلانتر ارش لما يروح بكده يقابل مين اللي سائلته من فوق؟ دورزال فينس ارش تعملوا مع بعض يا ولاد يعني اسمه اسال سؤال مين الارش اللي انا سميته؟ لاتر بلانتر ارش لاتر بلانتر ارش بدا فين؟ مين؟ الدكتور بيبدا عند حاجه اسمها بريكسور تراك. طب بدا عند بريكسور تراك ده لارجر تيرمينال بريتش اكبر من 100 جرام. يخش الفوت يمشي فين منين؟ من 100 الى من عضلات اني لير واني لير فيرست وسكند يوصل لغايه 5 من 100 يكمل مره ثانيه من الاثنين ثلاثة بتوبيت بس من اني لير واني لير ثيرد وفورث. مين ماشي معاه هو بيلف؟ دي بريتش بتاع ثلاثة بلس ماسك الكوكب بتاع زمان. طب لما يجي عند اول انفطار سربون يلاقي اللي هنا ديت يلاقي ارض نزلوا من فوق نزلوا دورزال فينس عاملين مع بعض اللي هي الارض ده برانشات ايه؟ يعرف تقول برانشات في
ألخص الدكتور رافر كنت فاهمه بس مش ناوي يحدث سلامته اللي جاي. أولا واضح جدا واضح جدا واضح جدا من نفس الشخص الذاكر إن الأرض دخلت بلوك طبعاً خلاص الناحية دي تمام. والفيرست بلانتر بتتصل الفيرست بلانتر بتسميه ديبريش من تليفون ده صح؟ يبقى أنا بقى اللي جاي الأرشين دي بلانتر ديش ديبريش هنا بلانتر ديش ديبريش اللي أنت تصلت بليت التوب وبلانتر بتتصل وبلانتر بتتصل وبلانتر بتتصل التاني والتالت والرابع للكليفت ده والكليفت ده والكليفت ده عايز واحد فينا يقول لي يبقى لما مسحت فوق كده من تحت ده عشان كنت بتتفرج وجيت عامل كده مفاجأة سعيدة للطلبة الصحيين وقلت لهم قولوا لنا بقى دراسة قريب تعرفوك من تحت الناس اللي صح جاوب بتذاكر ده الصدى الكبير سكند تو ثيرد فورث فيث وعملت كده معاك وقلت الانتيتيود بتاعك عايز واحد فينا يقول لي بقى لو ده دراسة امين روش الفليكسور ترينك اسال سؤال قلت لنا فتره سعيده مين الارض اللي وصل هنا ده وقتها ده 100 دولار بس ليه برنش مهم قوي هنا مين الارض اللي جاي من الكورتال بيت ده فيرست بلاند فارم تتارس فيرست بلاند فارم تتارس اللي انت كده قال طب الارض بلاند جاي كده وكيرف كده هيدينا مين؟ هيدينا تاني بلاند وتالت بلاند ورابع بلاند تتارس وبلانتر تشتغل هنا صغير طبعا لسه بصحي كل واحد يقول لي الجسم سايت الجسم سايت الجسم سايت لو الارض جاي ده بيرفوريتنج برانش تروح لمين البيرفوريتنج برانش؟ تروح لمين الدور ده اللي تطرس ده فيهم الدم وولاده دول كان لهم برضه بيرفوريتنج برانش ده على البيت روحوا برضه للدور اي واحد فينا قرا الدور ده اللي تطرس الارض مع الاستاذ فيه يجيلهم كام بيرفوريتنج اثنين واحد دي مصير واحد يا ولاد مش حاجه الارض الارض ده اسمه ولاد لا تعمل انت الارض خلاص صحينا الدكتور قال لي بس قول لهم ايه اللانت بلانت ارتري على ايه لسه صح اللانت بلانت ارت عمل فود الارض اللي عندي هنا ده ولاد لانت بلانت ارت عمل ايه حصل فين لما وصل هنا كده لانت بلانت ارتري هيكتب مره ثانيه يعمل ارش اسمه رش العمل ده بلانت ارش الشيطان انت جاي من هنا لهنا بين اي لير واي لير ولاد فيرست سكند طب هنا رديت بتشوف مين؟ ده مش من فورس. ارض اديلك من فوق اسمه دورتال بيت، سامعين مع بعض يا ولاد انا اسمه. تاني الارض دوت اللي هو الرابع بلانت ارض برانشات ايه؟ انا دكتور احنا فكرنا بالبيعه واحنا جاوبنا. لو جيت مسحت دول كلهم كده وطلبت من الطلبه كل الطب ومسحت الفوت دي كده وطلبت الناس صعب. قلت مين انا؟ ده هتعرف ده الفوت من تحت. طبعا الكبير وان سكند والثيرد والفورث والفيكس تو وعملنا كده مع بعض كنا من هنا سميته بلاد هارت فليكسور سيكتور ايه بس مش عارف ايه لو عملت تاني كده ده يبقى ميتا بلاد ميتا بريتش الصياد بس منهم ده ميتا سيلف بتاع ميكتو في اذر ديجيتال بريتش بس انا سموت كلها في بريتش جاي من دورزال بيتس اسمه فيرست بلاد هارت تارت فيرست بلاد هارت تارت اللي انت الاجسم بتاعته الباولاتا بلاد هارت جاي كده وكيف كده هيدينا مين؟ تاني بلانتر بتتكسر وتالت بلانتر بتتكسر ورابع بلانتر بتتكسر الجسم 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 وبلانتر ديجيتال برنش هنا غلبان القرش دوت تحت تطلع منه برنش لغايه تخرج لفوق لتاني وتالت ورابع بلانتر بتتكسر وولاده برضه بعته لفوق برفوريتنج برنش روحوا تبصي لواحد يا ولاد ده نسيت ولسه سؤال يبقى القرش اسمه ولاد بلانتر قرش اسمه ايه؟ بلانتر قرش عشان بلانت ارش لفت في الفوت من تحت كده من تحت هو ماشي من تحت كده ادانا بلانت من خطرس الارض وادى برنسات تخرج تطلع لفوق برنسات تخرج تطلع لفوق برنسات تخرج تطلع لفوق لتاني وتالت ورابع كورتر بالضبط تاني وانا ذاكرت تاني دورزال بيس ارض كان بيطلع الحته دي اللي هي السته بتاعته مش كام دلوقتي دورزال بيس ارض كان بيدينا تاني وتالت ورابع كورتر بالضبط وكل واحد فيهم كان لهم السعادة جاية لهم تحت اسمها بيرفوريتنج ارت طبعا مش شايف ان الوقت كتير جدا لما اقعد اقرا الارت ليه وزي ما بقول يا ريت لما تقول لي عايز اخد يوم الاثنين والكلام اجازه والاثنين وحد وكده طب كده تيجي ماسك الارت كلها صفحه واحده والنباس كلها صفحه واحده وكده طبعا الاجازات طلب الطب امتى؟ لسه راح هو العيد ده نجحنا ده موضوع مهتم زمان مفيش حد عنده عيد من الاعياد الدينيه او الاعياد الميلاد او اعياد كده بتحب العيد ده ليس ان انت تقرا تجاره مش كده لا انما احنا عيدنا الحقيقي هو يوم النجاح انت اي عيد تاني اخرج واتفسح
kalau kamu di berani, nak cek lagi, tadi nafsu dia. Jika dia berani, kalau semua berani, terus sedih kita berani, terus orang yang mampu. Dan sebenarnya, kalau tak terpakai, kita mungkin dah sangat kalah sama berani. Dan kita berat, lepas berat, kita 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 berat, Yang aku arti semua terjadi di sambil memahami dan ada branch. Masa kalau branch itu dimaksud di kalian, nama tiba harga mem. Belakang parti kita branch lila terasa tu telit. Belakang parti kita branch lila terasa tu telit. Bagi kita telat belakang kami tetap di tiga dan tiga tu rasa. Hal yang lebih dalam dari sepanjang, mungkin di awal ini. Bukan terjadi di sepanjang. Dan bagi ni, ujian awal belakang, kalau kita ada soal mungkin cakap tidak ayat أول بلانتر تنسى ممكن بمعنى برانش مدردك برانش بلانتر أشخاص إما بعض الناس أو أي كتب على ناس برانس من البلانتر أشخاص للدهول فده أعتمد بعض جدا مش مفردين عليه أمني إنما على نرجع عن التابع عسلي سامي الأرشف ناسا بيت الدار أنا ريت أن العمر مش يتكلم طريقة وكثير جدا شطبنا شطبنا شاطر يعني ممكن في السنة فاتت ما عليك أقول عليك يا لسان فاتت وقلبني الإنسان ما كان مضايق إذا ما السنة الأولية شاطرين طبعا بس دايما عملت الامتحانية قليلة عندنا في جوي بس ما هي جوي إننا نفترض مثلاً شو بعد ما نعرف بعد من جوي طبعاً معلومة عامة لصاحب الصحيح تسأليني أنا بس أنا شو أولاد تسأليني والله أنا أنا جوي ما بقول أنت ما بتفهم بس أنا عارف كل إيه الرابع بلانتر الأولاني ده الفرس ده ممكن يبقى دايركت بريش في بلانتر من قلب الفرسان فيه يبقى الأولاني ده ممكن ده دايركت بريش من البلانتر كنت كاسة كنت طبعا ممكن كده كمان قالوا ليه العملية الأولية اللي هي الجوز بتاعتي طبعا لا يوجد رقم في المفاصل بس أنا هقول حاجة بالفطار ليالي شافهم عشان تفتكرني والفطار اللي لكنا ديت السنة الأولى بتبدأ بجوينت اللور وبتكتب بجوينت اللور من ساعة ما أنت قاعد تسمع ليجامنت التعليق تروح على ليجامنت اليمين ترجع على ليجامنت الفوق ترجع على ليجامنت الأنكل ما بتسألش بالليجامنت وهذا منهم كثيرا لجنة نسبية والسبب بكده إن اللور توقف عليه فشايف فلازم يبقى هو سبورتد ومسلوب كويس أوي فالليجامنت اللي هي عارفة خاصة في امتحاناتنا في هذا الكلام الجوينت اللي هيكمل عليه ده اللي هي الجوينت بتاعته طبعا العدد المحتمل لما بتيجي تتكلم على الجوينت لازم تعرف نوع نوع الجوينت زي ايه وزي ما كده بول السينوبيا بول السكورة وكان هيد اوف ذا فيمر مع السابيا بتاع الناس اللي بتلاقي كويس ولا تسمع كويس قوي بتلاقي الشيطان في الجوانا اسمه اللي جاي العدد الاولاني يبقى بالتالي اللي بيركب هنا مين اولاد ده اليونيت سيرفيس
في بيتنا ندور بيعملوا مع بعض شويه اسمه جوينت اللي لسه ميته هيب جوينت. طبعا بالعاده المعتاده لاي جوينت بذاكر لازم اعرف انه ايه ده ساينوزيس، في حاجه اسمها فايبر جوينت، في حاجه اسمها كارتلج، في حاجه اسمها ساينوزيس. السينوبيال جوينت يعني ايه؟ جوينت بيعرفوا كبسول بطن سينوبيال ميمبرين وحاجات كده. في انواع منهم يوني اكزل باي اكزل مالتي اكزل، ده مالتي اكزل اللي هو بول اند سوكت. يبقى ده كلام بدايه القعده. الجوينت بتاع مين العظم اللي يعمله؟ قال لك الدكتور عندك عضتين. هضرب ده فيمر مع اليمين سيرفس بتاع مين يا ولاد؟ الاسلام مش كل الاسلام. هنا بنقدر نقول مع بعض الطلبه الصحيين بس الشطار. لو عندي كوره يا ولاد هاخد من الكوره ديت جزء كبير ويا ريت الشطار بتوعي قوي قوي سامعني دلوقتي. لو كوره تنس وكوره باسكت تمام؟ كرة التنس باخد منها جزء كبير بعمل بيها الهيدرو فيمر. يبقى دي الهيدرو فيمر بتاعتي. كرة الباسكت باخد منها جزء صغير وتبقى دي الهيدرو ذا هيومر. وهنا لما بتسال في شغل ايه الفرق بين الهيدرو ذا فيمر والهيدرو ذا هيومر اصلا؟ مش كنت لا محدش سامحني عشان كنت في اللجنه ما تقدرش تقول لك ده بيسال اسئله غريبه وانا مش عارف اجاوب على ايه. فهيدرو فيمر عامله زي كرة التنس باخد منها جزء كبير بس ثاني. يبقى دي الهيدرو فيمر وعليها الفاضيه دي. طب ايه ده هيبقى ازاي؟ لا لا دكتور هات كوره كبيره زي كوره الباسكت خد منها جزء صغير تسيب بقيته. وبالتالي لما اجي اقارن الهيدرو فيمر مع الهيدرو فيمر هقول جمله غريبه جدا للشطار بس. هيدرو فيمر لارج بار من سمول بول. سمول سفير. طب الهيدرو فيمر سمول بار من لارج سفير. اللي بيمشي كوره الباسكت دلوقتي يبقى ماسكها كده تظبطها تاخدها منه. لما كرة التنس ولا البنج تعملها كده بقى خدها منه. فبالتالي يبقى الهيدو ذا فيمر ساعدت على ثبات الجوينت والهيدو ذا هيومر ساعدت على الحركة تدي ثبات الجوينت. كنا خليك زمان الأبر مخلوق فور ذا موبيليتي واللور فور ذا ستابيليتي. مش أي حاجة تزود الثبات في اللور ربنا عملها وأي حاجة تزود المومنت في الأبر ربنا عملها. وتبقى القصة ماشية كده. من أصل الراس ذا هيومر ديت والهيدو فيمر بدأت تبقى لها ودة في البنج. كده ده الكلام ده بداية القعدة. قالوا بعد كده ولاد نمرتين يجي مع بعض في سيرف سيرفس مولاد استابل. استابل ده عامل زي كده كان في حتة اسمها يونين سيرف كان في نوتش اسمه استابل لوك. هركب عليه كام تسابيط طبعا بيرد استابل يا ولاد ليه؟ نجيب سيرفس كويس قبل بس اسمان. دايما الاستابل على اطراف الاستابل في حافظه من الفايبر سكتش كده اسمها ليبرام استابل. اسمها ايه؟ ليبرام استابل. الليبرام استابل اللي بيوظف فرصه تزود الدكتور بتاع مين يا ولاد استابل. والناس اللي بتاك ويستر في ايه؟ ازاي في ليبرا جلونيدال؟ ليبرا جلونيدال في الشولدر جوينت هنا في حاجه اسمها ليبرا مين يا ولاد؟ السابع. الليبرا السابعه بتاعت الحلقه كده اللي هي حفه من الكارت كده. الحفه دي بتبقى عامله كده لو تركبتها في هايبرو كارت بثبتها على اطراف مين يا ولاد؟ السابع وعلى الليجمنت بتاعه. فلو ثبتها كده تعمل ايه في الاستابلا بتاعي؟ لو حد سامعني تزود الدبس تزود مين يا ولاد؟ الدبس تبقى ماسكه الهيدرو فيمر اكتر. يبقى في حاجه اسمها ليبرا مين يا ولاد اساس راكب على اطراف مين يا ولاد اساس. طب هنا في نوتش اسمه السابيلا نوتش واحنا عارفين بيبقى عليه ليجامنت اسمه الترانسفيرس السابيلا ليجامنت. عشان كده بعد ما نوتش تبقى فورم الكلام ده جبنا سيرته زمان. وهنعيد طبعا النهارده او انما ده النهارده اسال سؤال. انا عندي كده العظم اللي عامل الجوينت طبعا انت مش فاهم مش السؤال يبقى فيه هير جوينت التوتال بخبط الرقم مفيش ما بقاش حاجه ما ينفعش تعمل. فبالتالي انت بتعرف الكلام ده بتاعك ام اس كيو اورا الكلام من ده العظم اللي عامل جوينت ايه شكل العظم شكل ايه. الكبسول بتاع الجوينت ده مهم جدا في الامتحانات. الكبسول بتاع الجوينت جوينت سراوند فايبرز كبسول اتس سترونج كبسول طبعا زي اي حاجه في اللغه. بس كاتبين في الكتاب ان الانتو سوبير سترونجر ذان بوستر الفيل. ترى اللي بيحصل خلل دايما بيحصل لبعض. الانتو سوبير ليه سترونجر قبل ما نروح النهارده هيبقى عندنا اجابه ليه الانتو سوبير بارت بتاع كبسول سترونجر زي مين يا ولاد؟ بوستر سوبير بارت. فلقيت الكلام ده يبقى في الذاكره بجد. فلما اجي اسال سؤال الكبسول بتاعنا لما اللي هو اللي بيغني في الدوين انتو سوبير بارت از سترونجر زي انهي بارت ولاد؟ بوستر سوبير. الناس اللي عندها دم ضمير تسمع كويس. لو سالتكم سؤال العظمه دي تبقى هيب بون اه هيب بون يا دكتور خلصنا. وهنا ده اللي يعمل ايه؟ بعد كده اوبريت الفورس مين اللي واقف هنا ده اسمه استابيل وده اللي نتسرب. لو عملت كده تبقى دي هيب بتاعت مين يا ولاد؟ الفيما تمام هتركب كده. هنا بقى ولاد هنا في نوتش اسمه استابيل انا مش راكب عليه ليجا اسمه ترانسفير استابيل ليجا.
طب الشطار هنا على حافه الاستبنة مين اللي راكب دوت؟ انا راكب حاجه اسمها ابرام استبن، بس ما اولاد ابرام استبن تمام. الكبسول دي سابت روحه فين؟ قالوا الكبسول دي سابت روحه تعلق الهيفون على اطراف الاستبنة خارج حدود الابرام استبن. يعني ده سابت هنا وسابت هنا وسابت كده وسابت كده ومكمل كده، ده مين ده الكبسول؟ السبب تروحوا خارج كده، ده معناه ان الابرام استبرم جوه جوينت ولا بره جوينت؟ جوه جوينت. طب ولما يجي في المكان اللوتش السبب تروحوا على الليجمنت الموجود اللي اسمه الليجمنت ده ترانسفير استبرم ليه؟ يبقى اتاتش الكبسول، اتاتش فين الكبسول؟ انا الدكتور لما نيجي نثبته لو هي دي عندي الهيفون بتاعتي راكبه كده، هثبت الكبسول بتاعي على حدود مين؟ وبعد كده ده الكبسول بتاعي. اثبته على حدود الاستبرم كده. في نفس الكلام بيبقى الكبسول ثابت كده. بيبقى جوه الجوينت مين موجودة؟ الحافة دي اللي سميتها ليبرام استبن، سميتها ايه؟ ليبرام استبن، سميتها ايه؟ ليبرام استبن، يبقى يبقى جوه كده حاسسها حلو، والكبسول يحوط الكلام اللي بتبقى جواه، فين هذا الكلام؟ دي الهنا. عندنا بقى الكبسول في الفيما لما يثبت روحه ده لازم تحفظه غصب عني وعني. الناس اللي سامعة معايا كده لازم تدبروا مع بعض. لو هنا ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ الناس اللي سامعة كويس، ادي هيب بون، طبعا مستحيل، ادي هيب بون. وبتلك الفرامي وده الاستابلم عاملينه كده. هنا بيبقى في ليجمنت راكب اسمه ترانسفيرس استابلانيك. هنا راكب مين اللي راكب دوت؟ الابرام استابلم، راكب الابرام استابلم حافه من الكتار كده. او طب هنا بتركب الهيدو فيمر مع هيدو فيمر بتاع كده، قال الهيدو فيمر بتاع اسال بقى سؤال، عاملين حط الكبسول، ثبت الكبسول ازاي؟ انا حبيته وخرج الكبسول كده. كمل كده، انزل بالكبسول نطي بقى. يبقى الكبسول بتثبت في الفيمر فين؟ في الفيمرس في الهيبون فين؟ على حدود حاجه اسمها ليبرام استبلم خارج الحدود بتاع اللي هو جوه الجوينت. وثبت كمان في الليجمنت اللي اسمه ترانزيرس استبلم. لما اجي اثبته في الفيمر بقى اصحى جدا جدا جدا. ده مين اللي ثبته ده الكبسول؟ ثبتناه في اي حته؟ في الهيبون. ثبته فين في الهيبون؟ انا حطيت حاجه اسمها ولاد ليبرام استبلم. غيرت حدود خارج حدود الحدود الاستبلم فوق خارج حدود مين يا ولاد؟ ليبرام. عايزين ثبته لما ثبته في الفيمر ثبته قدام فين؟ محل السرحان. كان عندي هنا في خطه من الفيمر قدام اسمه خط انتر تروكانتريك لاين. الكبسول يجي قدام كده ثبته في الانتر تروكانتريك لاين، ما ثبتش روحه على حدود الهيب. لو رسمت الجوينت من ورا، الجوينت من ورا اللي هيسرح دلوقتي هيبقى بطال. لو رسمت الجوينت من ورا هلاقي الهيب ممكن يسكر ورا. لو دي سكر وتدورت كده بصيت له من ورا يبقى دي هيب من ورا محل السرحان. وادي الاستبلم من ورا، مين اللي راكب الجيش بحيث تعرفين فيما؟ الكبسول هيجي كده من هنا وثبت روحه في النكو فيما في النص. انا يعني عايز تقول ايه بقى؟ عايز اقول انك انت من قدام غطيت النكو فيما كومبليتي ورحت صرت الخط اسمه انت كاتوليك لاين. طب من ورا لا، انت رحت نص فيما. يبقى لما يكون سؤال المسكو ده موجود النك بوستيريور كومبليتي انت كابسولر انا دكتور نصها جوه نص بره. طب والليك من قدام ده كومبليتلي انت ركبت، يبقى عندي تكه في الليك دلوقتي. ده النقطه الثانيه اسال سؤال، لو كبسوله سنين فيمر كده بقيت بص لها من قدام تمام، وانا كان في خط من قدام اسمه الخط ده انتر تروكانتريك لايت اللي ذاكر كده. الكبسول ده بيجي من الهيب بون بتاع الشلطات، يعني الهيب بون بتاع الكبسول هيجي من الهيب بون يعمل كده ويروح من الهيب بون لعرض فين يا ولاد؟ فيمر من قدام تثبت روحك في الخط، مين الخط اللي راكبه دوت؟ انت بتركنتريك لاين. طب من ورا لا 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 لا، تثبت روحك في نص النيكو فيما، وده معناه ان النيكو فيما نوت كومبليتلي انت ركبت من ورا، انما كومبليتلي انت ركبت من قدام. الطلب الصحيح اسال سؤال، لو انا بص من قدام واللي جاي لندن ده بس الكبسول وغطى كده كده كده، اللي جاي ده سمع كويس قوي، الكبسول غطى كده، انا زي الفل. لو انت بصيت من ورا المنظر يبقى عامل ازاي؟ قالوا يبقى ده السكر ولا الدكتور؟ ماشي، وادي السكرم جنبه عضله اسمها هيب بون يا دكتور، وادي عضله مين يا ولاد؟ الفيمر، بصين لورا. لو انا عملت كده الكبسول هجيبه كده واثبته هنا، يبقى الكبسول ده معناه ان نيكو فيمر كومبليتلي ايه بقى لما كده؟ من قدام كومبليتلي انت كبسولر، اما من ورا نصها كده نصها كده، اللي جاي ده جدا. الكبسول بعد ما يجي للنيكو فيمر يثبت روحه عليها، طلب الصحيح اسمها تشيست. بعمل ايه بقى يا ولاد؟ فيها واحدة الأسكيبس بس جوه كل نص معانا. الكبسول جاي كده. ثبت روحه في النيكوفيمر كما كنت بيعمل كده. بعد ما بيثبت يجي عامل ريفليكشن كده. الريفليكشن ده يغطي النيكوفيمر كده ويروح لغاية الهيد.
يبقى الكبسول كان المفروض نهايته عند الانتر تروكانتريك لاين. افتح الجوينت اقول الكبسول خلص. ده الكبسول قالب كده حتى كم حاجه ولا مش ماشي بيرفلكت كده حته الكبسول دي اللي غطت الرجل لغايه الايه اسمها ريتيناكيولم اسمها ريتيناكيولم اسمها ريتيناكيولم اسمها ايه؟ تحط صفحه 183 بيت 183 الصفحه اللي فاكر الصفحه من تحت فين الفيبر حد ليا؟ اللي جاي لك كبسول حد لو لقى مكان الريتيناك اللي بيبقى استاذ قوي قوي شايفين الريتيناك ده موجود ولا لا؟ في بيت 183 من تحت بيت 183 عاملين كده الناس اللي صار لو دي الكلام ده مهم جدا الكلام ده مهم جدا الهيدرو في مره عامله كده تمام الكبسول جاي كده لطرف الصفار طبعا هو من كل الاتجاهات لما وصل كده الكبسول عامل ايه الكبسول لو عملت كده؟ ريفلكت كده على النك ريفلكت كده رايح على نقطة الهيد هل الكلام ده من فوق ولا تحت ولا كل الاتجاهات؟ كل الاتجاهات الدكتور بس انت لو عملت كده بصيت للدنيا كل اللي ما بتشاف يبقى الكبسول جاي كده قلب كده يبقى غطى النك حتى ما حاجه مش ماشي يبقى هنا ده اسمه ريتيناك اسمه ايه؟ ريتيناك بيطلع عندها دم وضمير وكيم الليله كتير قوي يوم كده لما انت تسال واحد من الصحيين العندي دي بتبقى مين يا ولاد؟ لما كده ادي الهيد وفيمر وادي النك وفيمر هنا ده انتر تروكانتريك لاين الكبسول جاي كده جاي كده ده كبسول من سبب صوت هنا طبعا في كل اتجاه كده جاي كده جاي كده اول ما سبب صوت اتقلب غطى النك يبقى اسال سؤال للطلبه الصحيحين الكبسول هنا كده عمل ريفليكشن وغطى النك مش كده ده اسمه ايه بتاعتين اسمها بريتناك قبل لما بيتكسر واحد الفيمر اعمل اكس راي الاقي النك والفيمر لسه ما سابتش بعض ايه اللي سبب؟ قاموا جنب بعض ما خلوش وبريتناك ما اتقطعش ما اتقطعش سيبوا بعض بعيد اهم حاجه بقى في الانتليكتوال البلاد سبلاي الهندو في مارج محتاجه بلاد سبلاي يجيبها عن طريق ايه؟ كان في ارض اسمه مين ده في الكومبلكس والارض اسمه لا هتطلع منهم برينج تخرج من الكبسول وتمشي بين الياف الانتليكتوال سبلاي هيد وبالتالي الناس اللي صح تفهم كويس ده بدايه الكبسول بتاعي تمام الناس اللي عندها دم وضمير بتسمع تقول لي قال الهندو في مارج الدكتور وادي الهندو في مارج الدكتور وادي المنظر عامل كده طلعوا الشطار يعرفوا ان الكبسول جاي كده وجاي يهتم طبعا في كل اتجاه وقلب كده. ده مين اللي قلبه ده اسمه؟ ريتيناك جوه الجوينت. طب لو قلت في ارض اسمه مين ده في الكومبليكس؟ ولا ده في الكومبليكس؟ انه برنش خرج الكبسوله مشي كده. راح اتصلى لي الهيد. نفسي اعمل حاجه للشطار. كل ده مغطى بالكبسول كده، مغطى بالكبسول انت مش شايف حاجه. الناس اللي صح. يبقى البلاد صلى ده راح للهيد وفيما. لو جينا في الراس 183 رسم لك الرسمه كده. بس هو تقسم بالفايف فيجر جوز منين؟ ارض المشرق في مين يا ولاد؟ الريتيناك. الارض دي هي النيل بلاد سبلاي بتاع الهيد اوف فيمر، لو باظت الهيد اوف فيمر تموت، وبالتالي الطلبه الصحيين مش هقدر اوصل الريتيناك كده وبتعمل كده للطلبه الصحيين اللي عندهم دم وضمير. اللي عندهم ضمير يا ولاد اللي طلع بص يا ولاد معايا. الكلام ده مش هيتنسي. ايه المكتوب؟ قالوا الدوبامين بقت موجوده. الكبسول طبعا الدوبامين ده انسول اسبكت ايه يا جماعه؟ النوتامين الانتيريور سيرفس اند ميدل ميديا هاف والسير سيرفس والتامين الفيمر ار توتالي انتر كابسول الكبسول اكسكت اكسبت لور بورد لور ميديا بار ودي الفريكونس بتاع الترانسميشن نتكلم عليه مع الابلاي في الاخر سب فايبر ارايز فروم الكبسول بعد الصف 179 سب فايبر بتطلع من الكبسول اند كولد ريتيناكت اكستندد الونج ذا نيكو فيمر راح ناحيه الهيد يبقى جاي من يعني لسه اقول الكبسول بيتقل في الخط اللي اسمه انتر تروكانتريك لاين تلاقيت هنا بدات تقلب كده عملت حاجه اسمها التراك تمام الهيد دي 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 كان البلاد سبلاي الهيد اوف فيمر السطر ده مهم جدا ده بابا دكتور عاطف اتنقل فيها تلاقيها رفع سميه كاري بلاد سبلاي للهيد اوف فيمر وبالتالي المعلومه دي مش هتتنسي ان بعد شويه في المحاضره الثانيه هنقعد نصور في الحته دي لغايه ما نكتب طيب بلاد سبلاي اند اولسو كيب بين هاف ا سيجمنت اوف ذا فراكشر نيك اوف ذا بوزيشن ده معناه يبقى البيست فور اناليسيس لما سابوا جزء ده ريتيناك لما سموه ايه ريتيناك ده انا دكتور لما في مره بتكسر الاقي تو سيجمنت ما بيدوش على بعض قوي لسه قريبين من بعض مين اللي حافظ عليهم؟ قالوا ريتيناك مش كده اللي هي الفايبر دي هي خدت لما السؤال سؤال معروف في الامتحان الريفليكشن بتاع الكبسول ده ماشي هو انزل ايد البلاد سبلاي معاه ماشي البلاد بيز يعني فايبر الياف ماشي وماشي معاه البلاد بيز انا طب لسه بيت قلت لك مش كده لا انا دكتور لما بيحصل كذا تو سيجمنت ما بيوصلش مع بعض انا دكتور بيرجع يبقى ده سبب تسميه ايه؟ ريتيناك انا الكبسول ده عمري ما شفته ايه؟
حق ربنا. انا ممكن يبقى السؤال انت بتستخف امتحان، انما اورال كده ام اس كيو في كده بلاد سبلاي هتيجي سيرته كده، وبالتالي وانت بتذاكره تذاكره كده. مش كم ده بقى عشان محدش يجي يقول لك ايه انت امتحان الكبسول مش هقدر اخش، مش هقدر مثلا اقول لك امتحان تحريم ده يقول امتحان تحريم اقرا بس. مش كم لو جاني مش مسؤول، انا شرحت كويس جدا. انا سالتها سؤال كل واحد يقرا الكبسول، الكبسول بتاعنا عشان امشي كده، الكبسول بتاعنا اكتشف ان هم في مرتين واكتشف ان في الهيرمون كل واحد منهم في الهيرمون ثبتناه على حدود مين؟ السبت خارج حدود حاجه اسمها الليبرام السبت، ثبتناه في الليجمنت اللي اسمه ترانسفيرس السبيرنج ده في الليجمنت. اديك ثبتته في الكيلو. قالوا كده ولا ورا يا دكتور؟ قالوا قدام. يبقى انت بروكاتوريك لايت ورا يا دكتور منتصف الليل، وده معناه ايه؟ ان النجم اللي قدام كومبليتلي ايه؟ انت ركبت والورا ايه؟ ميديا الانترا والاترا لا، ارقام الكبسوله ما بيتسبب كوكبيتي. قالوا لا يا دكتور ده بيرفلكت ويجيلك، ربنا يخليك اللي حرف 7 مليون جنيه والله تسمعني، يجي ريفلكت كده وضغط مين؟ النجم. تروح على ناحيه مين؟ الهيد، وكان يجي معاها بلاد صفار. لما تتكسر النجم التو سيجما تسيب بعض، الرقم ما سابوش بعض، مين اللي حاطط عليهم جنب بعض؟ حاجه ولا اتنين؟ ساعه واحده من قدام الكبسوله.